الحقيقة يعني في استكمال هذه الأحداث، وزي ما بنقول في مطالب كثيرة مطروحة تحت، أو نقدر نقول مطروحة ونداءات لإخواتنا المسلمين المعتدلين اللي في وطننا الحبيب مصر، عشان كده انضم إلينا الآن وهنوجه ليه كل هذه الدعوات بأنه في يعني حمل برضو محتاجين يشلوه معانا. ومعانا ومع حضراتكم الأستاذ سعيد عبد الحافظ، مدير مركز ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، وأيضا محامي وناشط حقوق معروف. بس برحب بحضرتك معانا أستاذ سعيد. أهلا بك دكتور صح. أهلا بحضرتك. الحقيقة يمكن احنا لينا فترة طويلة لم نلتقي بحضرتك، لكن وجاء الوقت ده انه نلتقي بحضرتك كتعليق على هذا الحادث الأليم والإرهاب المستمر اللي بيدفع فاتورة كبيرة أكتر من أي حد تاني المسيحيين في مصر. اولا ده لسوء حظي، وثانيا انا احب طبعا ان احنا نلتقي في ظروف كويسه، لكن يعني هكذا حال مصر بقى لنا سنتين وشويه في هذه الظروف. انا بدايه طبعا بقدم خالص عزائي لاسر الضحايا والشهداء، وبتمنى للمصابين الشفاء العاجل ان شاء الله وربنا يطمنا عليهم. وانا ما عنديش تعليق اكتر من انه الاحداث او الانتهاكات التي يتعرض لها اقباط مصر خطورتها، طبعا انا عارف ان في مسلمين كمان ويتعرضوا لاعتداءات، لكن المشكله في الاقباط عندي من زاويه حقوقيه هي انه القتل والارهاب ياتي على اساس الهويه، يعني باعتبارهم انهم مسيحيين او دينهم مختلف عن دين اغلبيه المواطنين، فهو ده الشيء الاكثر ازعاجا في الموضوع. نعم. واحنا مش محتاجين نقول انه الاقباء او المواطن المصري في مصر مهمه حمايته هي مهمه الدوله، يعني نحن جميعا في ذمه الدوله باعتبارنا مواطنين، وعلى الدوله ممثله في اجهزتها الشرطيه او العسكريه في ان توفر الحمايه الكافيه. صحيح انه عمليات ارهابيه وعمليات سريعه الى اخره، لكن كلنا عارفين ان منذ 30/6 ونحن مستهدفون من قبل جماعات تنتهج العنف والإرهاب كأحد وسائلها الرئيسية. فأنا عندي عدة ملاحظات سريعة. أولا جميعنا يعلم أن أقباط مصر شاركوا في ثورة 30 يونيو زيهم زي باقي المواطنين الآخرين باعتبارهم مصريين. نعم. وكان كلنا نعلم أنهم مستهدفين في المقام الأول، ويمكن أنا علقت على ده في وقتها وقلت أن ظهور قداسة البابا في يوم 3/7 هيدفع ثمن الاقباط، وانا كنت محق في ذلك. والغريب انه يعني ما فيش حمايه كافيه او يعني حمايه راقيه للمؤسسات الدور العباده المسيحيه، يعني انا ما اعرفش يعني ليه ما فيش اجهزه شرطيه موجوده؟ ليه ما فيش حراسه زي ما كان موجود الاول؟ ليه ما فيش كاميرات موجوده في الشوارع المحيطه؟ يعني دي حاجات بسيطه جدا ممكن يعني تحد قليلا من الخسائر في الارواح اللي اصابت المسيحيين خلال الفتره اللي فاتت. الحاجه الثانيه اتفضل. الحاجه الثانيه انه احنا كمواطنين لا نملك شيء، احنا لبينا نداء المؤسسة العسكرية ممثلة في قائدها العام وقال فوضوني لمحاربة الإرهاب، وفوضناه ونزلنا الشارع بالملايين وقتلنا قتال سلمي في سبيل أن نمنح هذا الرجل الثقة الكاملة والتفويض الكامل ليحارب الإرهاب. مش مطلوب مننا أكثر من كده، وإلا هيبقى مطلوب احنا مش مطلوب مننا احنا نشيل سلاح. احنا لبينا نداء القائد العام للقوات المسلحه لثقافنا في القوات المسلحه وقلنا له اتفضل ادي التفويض، ونزل اكثر من 30 مليون وكلنا مش عايز اقول لحضرتك كلنا خسرنا، يعني الحقوقيين اللي ساروا في هذا الاتجاه خسروا كثيرا في اعمالهم ومنظمات دوليه الى اخره، والمواطنين خسروا والاقباط خسروا ورجال الاعمال خسروا والسياحه خسرت. يعني احنا مش بننتقد الدولة بقدر ما نحن مواطنون نسعى إلى حماية طبيعية، نريد من الدولة أن توفر لنا الشعور بالأمن، سواء مسلم أو قبطي، المواطن المصري يريد أن يشعر بالأمن، متى سنشعر بالأمن؟ أنا رأيي إن دي مهمة الدولة مش مهمة أي حد تاني، يعني إحنا حرام، إحنا دلوقتي بقينا هي بس اللي أنا بقصده أستاذ سعيد، يعني عفوا مقاطعة حضرتك، لكن اللي أنا بقصده إنه
الحياة المخاطبات بالنسبة ليكم كمثقفين ومعتدلين مسلمين مصريين، انه الموضوع لازم يعني يطرح بحجمه، انه اللي بيحصل هنا للاقباط اكثر بكثير، الاقباط بيدفعوا الثمن مرتين ثلاثة، مصريين واقباط مسيحيين. فاللي احنا بنقصده انه هنا في مشاكل، لان حضرتك بتلاقي انه الوعي والتثقيف للمواطنة ولمحبة الإخوات المسيحيين ده محتاج منكم مجهود أكتر، هو ده اللي يمكن بنلقيه على عاتقكم ك يعني ناس بتعمل في مجال حقوق الإنسان. الحكومة زي ما أنا بقول وزي ما حضرتك ذكرت إنه طبعًا يعني مما لا شك فيه إنه مقصرة بالنسبة للكاميرات للحالة الأمنية عمومًا، في أمور كثيرة محتاجين الحكومة تعملها، لكن دوركم أنتوا كمواطنين مثقفين معتدلين تعملوا في مجال حقوق الإنسان. شوفي، دورنا نحن لا نمتلك سوى النصح ولا نستطيع ان نجبر احد، نحن نطرح افكار نعتقد انها تنويريه. قلنا منذ اللحظه الاولى ان مساله خريطه الطريق في القلب منها تعديل دستور مصر، مش كده؟ بالظبط. انا هاخد بالكم، انتوا بتعدلوا دستور مطعون على شرعيته امام القضاء، ممكن حضرتك تصحي من النوم تلاقي القضاء الاداري قضى ببطلان الجمعيه التاسيسيه التي اصدرت دستور 2012، ومن ثم التعديلات التي ستصدر على ضوء هذا الدستور اللي هو الدستور الحالي ستصبح باطله. قلنا الكلام ده وقلنا يا جماعه اعملوا دستور جوهره المواطنه، مناط الحقوق والواجبات وفقط. لقينا الناس كلها برضه بتتكلم في الماده 219 تاني، ماده مخبوله وماده عبيطه وماده تافهه وماده ساذجه وماده تخالف حتى الشريعه الاسلاميه، ومع ذلك لجنه الخمسين والقوى التي تمثل ثوره 30 يونيو لقيناها حتى هذه اللحظه تلف وتدور وجودا وعدما مع هذا النص. مش معقول، يعني هنعمل ايه اكتر من كده؟ قلنا ما ينفعش نقول ماده 219 دي ماده عبيطه، وقلنا لهم ما ينفعش في دستور لدولة عموما. مدنية فيها نعم أنا بعتذر، هو ده لب الموضوع، لكن لازم نكون بنعمل دورنا يا أستاذ سعيد. أنا يعني محتاجة أكمل موضوع اللي بيحصل في الدستور والأمور دي كلها، لأنه ده المهم. لو في دستور بيعتمد على المواطنة هيتغير حال المصريين بما فيهم المسيحيين في مصر. بشكرك، بشكر مشاعرك، بشكر إن برضو وصلت بينا لهذه النقطة، وهي نقطة الدستور النقطة الهامة. هنستكمل حواراتنا أكيد مع حضرتك في الحلقات القادمة، لأنه الموضوع ده هو الموضوع القادم والمعركة القادمة للمواطنة والمدنية.